السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هز دماغك معايا. جينا لكم النهاردة بعربية جديدة، بما ان الحرارة دخلت والسخونة اشتغلت والسواقين قدرت تكتم المراوح. بصوا يا جماعة، قطم المروحة ضربت في اللاتير، كسرت القميص واللاتير وسخنت ونفخت الميات، ولا حياة لمن تنادي. ادي الارجا اهي، سخنت العربية دي يا جماعة، نفخت المية اللي فيها كلها. بنرى مروحة جديدة اهي، المروحة متكسرة. بما ان الجو حرارة بدأت السخونة تلحق عربيتك، اي درجة حرارة تعلى معاك يبقى تقف بعربيتك متكملش، لان هتكسر وش السرندل، يا هتجيب الجوان، يا هتفرق البلوك. مروحة صغيرة اهي يا جماعة، ما نفعتش فيها سخانتها. جبنا لها المروحه الفايف ال الريشه الكبير، وهنشوف، وعلى الله التوفيق. وياريت توصل الفيديو ده 50,000 لايك. المهم يا جماعه تكون ساعه الحراره هنا اصليه، هتديك الامبير الصح فوق. الساعه مش اصليه هتختلف معاك. وبعدين اغلب العربيات اللي من دول بيركب ساعات مش اصليه، فالحراره عمره ما هتبقى مظبوطه معاك، لان العجل عندنا بقى هنا في مصر يا جماعه مفيش ترموستات. العجل العادي ده كله حاليا بعد ما قدم ونزل التربو اتشالت منه الترموستات، لان الليترات كلها بقت بايظه وغاليه، وفتح الغيار غار في داهيه، فما حد عادش معاه فلوس يعمل اي حاجه في العربيه. ربنا يساعد خلقه. اه والله ركبنا مروحة يا جماعة، بس اتضح ان هي الريش بتاعتها بالظبط، يعني عشان صيني، يعني الصين الريش كلها بالظبط. هنعمل ايه بقى الحل؟ هنحط ورادي؟ لا طبعا، هنقطع الريش.